أرقام صادمة عن الوضع الإنساني في اليمن أوردتها منظمات دولية كثيرة آخرها منظمة أوكسفام. تشير الأخيرة في تقرير لها أن عدد الجياع في اليمن بات يحصى بالملايين قبل يومين من اكتمال العام الثاني على تدخل التحالف العربي بقيادة الرياض عبر عاصفتين عسكريتين ردا على انقلاب الحوثيين وصالح على سلطة هادي. عاصفتان سميت الأولى حزما والثانية أملا، لكن أهل اليمن خبروا تداعيات الأولى فقط بينما فقدوا الأمل في أمل يأتي من رحم الحرب. فهل بلغت أزمة اليمن ذروتها حتى يجنح طرفاها إلى البحث عن حلول؟ وهل يمكن الوثوق في دعوة صالح للحوار مع السعودية وهو الذي تحالف مع الحوثيين حين سلمهم مفاتيح صنعاء كما يقول منتقدوه؟ وإلى متى يبقى المدنيون الأبرياء في اليمن رهائن بين طرفي حرب يبدو حسمها بعيد المنال؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب من العاصمة البريطانية لندن بالسيد سمير الشيباني المحلل السياسي المختص في الشأن اليمني، كما أرحب من العاصمة اليمنية صنعاء بالقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام السيد فارس أصليحي، وينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من صنعاء أيضا الأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف. لكن قبل ذلك نستعرض مشاهدينا تقريرا هو في الحقيقة حصيلة لضحايا والدمار الذي نتج عن الحرب المتواصلة في اليمن منذ سنتين. عامان من الحرب في اليمن دفعت 7 ملايين شخص إلى حافة مجاعة حادة، هكذا عنونت منظمة أوكسفام الدولية الناشطة في مجال المساعدات الإنسانية تقريرها الجديد حول الوضع في اليمن. التقرير يتحدث عن أزمة منسية جعلت نحو 70% من سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية. بيانات المنظمة تشير أيضاً إلى أن الحرب أودت بحياة أكثر من 7600 شخص من بينهم 4600 مدني على الأقل، بينما تجاوز عدد المصابين 40,000 شخص. تعذر على فرق الإغاثة تقديم الإسعافات إلى معظمهم، كما أرغم أكثر من 3 ملايين يمني على النزوح عن ديارهم واللجوء إلى أماكن آمنة. وفيما يتهم تقرير أوكسفام التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بتدمير موانئ وطرق وجسور وأسواق ومزارع، يؤكد التقرير وجود مؤشرات على قيام جماعة أنصار الله الحوثية بتأخير تقديم مواد الإغاثة إلى المحتاجين وباحتجاز عمال الإغاثة في بعض الأحيان. إذن أرقام صادمة كما قلنا. أستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف، ما هي المشاكل التي تعترض الجهود الدولية في إيصال المساعدات إلى مستحقيها؟ دعنا نقول أن أول مشكلة تواجه المنظمات الدولية والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية هي مشكلة استمرار الحرب والمواجهات المسلحة. أيضا تأتي المشكلة الاقتصادية وعدم قدرة الناس على البقاء سواء في أماكنهم أو الانتقال إلى أماكن أكثر أمنا، فبالتالي يتعذر علينا الوصول إلى كثير من المواطنين العالقين في مناطق الصراع. تأتي المشكلة الأخرى في مسألة بعض التعقيدات الإجرائية في مسألة الوصول للمتضررين من قبل أطراف الصراع المختلفة سواء كانت الداخلية أو الخارجية. يلي ذلك أيضا مسألة التمويل وشحن التمويل، وفوق هذا كله حجم الأزمة الإنسانية المعقدة والكبيرة والمتداخلة التي كانت أزمة إنسانية قبل هذه الحرب وازدادت سوءا مع هذه الحرب وأصبحت بتوصف في الكارثة. طيب أستاذ محمد، قلت بأن هناك أطراف تمنع قوافل المساعدات من الوصول إلى المناطق المتضررة، وقلت بأن جهات خارجية وداخلية ضالعة في هذا المنع. من تقصد تحديدا؟ هل لك أن تسمي أطرافا بعينها تمنع هذه المساعدات؟ أنا قلت تحديدا أن أطراف الصراع بشكل عام، الأطراف المتقاتلة على الأرض في اليمن والأطراف الخارجية التي تقف خلفها، يعني تشكل تخلق ربما معوقات وتحديات في إجرائية في مسألة إيصال المساعدات.
لكن في نهايه المطاف نصل للمتضررين، نصل للمحتاجين بقدر الاستطاعه. نحاول ان نخفف من على كاهل المواطنين الضغوطات الكبيره، ولكن الان عزيزي المشكله اكبر بكثير من مجرد عدم ايصال المساعدات. لم يعد المواطنين، ملايين المواطنين لم يعودوا قادرين على توفير الغذاء لاسرهم واطفالهم بسبب عدم استلام رواتبهم منذ اكثر من 6 اشهر. مواطنين عالقين في مناطق صراع، هناك نازحين يفوق العدد اكثر من 2 مليون مواطن حتى الان ما زالوا في قيد النزوح، ومليون مواطن ربما عادوا الى اماكنهم او انتقلوا الى اماكن اخرى. نصف هذه الارقام من الاطفال، والاطفال طيب استاذ محمد، هل لك اذا تحدثنا جغرافيا ما هي المناطق الاكثر تضررا؟ هل تلك الخاضعه لتحالف صالح والحوثيين ام الاخرى الخاضعه لحلفاء الرئيس عبد ربه منصور هادي؟ عندما نتحدث نحن في منظمة اليونيسف أو في مجال الإغاثة الإنسانية عن المناطق، لا نتحدث عن الخارطة السياسية، نتحدث عن الخارطة الإنسانية والسكانية. المناطق الأكثر تضررا هي التي كانت أكثر فقرا قبل هذه الحرب. على سبيل المثال محافظة حزة ومحافظة صعدة في شمال البلاد، والمحافظات على الشريط الساحلي الغربي كالحديدة وتعز، وايضا محافظه لحج ومحافظه أبين وشبوه ومحافظه البيضاء ومحافظه زمار ومحافظه اب في وسط البلاد. هذه المحافظات الاكثر تضررا من انعدام الامن الغذائي، الاكثر فقرا، الاكثر تضررا من عدم وصول المرتبات والاجور، الاكثر تضررا عزيزي خاصه شريحه الفقراء من ايقاف صندوق المساعدات النقديه الذي كان يعرف بصندوق الضمان الاجتماعي او صندوق الرعايه الاجتماعيه، الذي كان يدفن اكثر من 1,500,000 حاله في البلاد، وتوقف منذ مارس 2015 حتى الان. ازمات متداخله، ازمات مرحله، ازمات جديده طارئه، نزوح، حرب، خوف، قلق، كلها تتداخل فيما بعضها البعض في الاماكن، وخصوصا في الاماكن التي تشهد مواجهات مسلحه او قصفا جويا. طيب أستاذ محمد، سؤال أخير، لماذا رفضت الأمم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة كمنطلق لربما لتوزيع المساعدات؟ لست معني بالإجابة على هذا السؤال، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة مهمتها أن تقوم بهذا الدور. هناك منصات للأمم المتحدة تستطيع الإجابة والنقاش والتفاوض في هذا الجانب. إذا أشكرك. نتحدث عن الحاجة الإنسانية الملحة في اليمن، وملايين الأطفال بحاجة إلى مساعدات الآن قبل غد. إذا أشكرك الأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة اليونيسف، كنت معنا مباشرة من صنعاء. إذا أنتقل إلى ضيفنا الأستاذ فارس أصليحي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أستاذ فارس، حكومة الحوثيين تعلن استعدادها الجلوس مع الحكومة الشرعية من أجل الحديث عن الرواتب والاتفاق على مخرج لأزمة الرواتب، هل يمكن أن يكون المشكل أو المشكلة الإنسانية مدخلا للحل السياسي أو ممهدا للحل السياسي؟ أولا عزيزي أصحح لك المعلومة، حكومة ليست حكومة كما وصفت حكومة الحوثيين، وإنما حكومة الشعب اليمني الذي خرج وفوضها مجلس النواب المنتخب من الشعب اليمني، وأيضا الجماهير التي خرجت إلى ميدان 70 وفوضت هذه الحكومة. وبين الحكومة التي خارج الحدود اليمنية أو حكومة الرياض إن صح التعبير، مع الأسف الشديد التي تسمونها حكومة لم تستطع اليوم أن توفر أدنى مقومات الحياة أو الخدمات الضرورية داخل المحافظات التي تسيطر عليها وهي المحافظة الجنوبية. طبعا نحن بعد أن نتحدث اليوم بعد عامين من العدوان السعودي الغاشم على بلادنا، في ظل أيضا حصار بري جوي بحري، أستاذ فارس، لذلك ارتأينا أن نستضيف في مقدمة هذا النقاش الأستاذ محمد الأسعدي المتحدث باسم منظمة أممية، حتى وقد تبين من خلال ما قال بأن طرفي الصراع يتحملان المسؤولية في مأساة اليمنيين. لا نريد هنا إلا تحليلا منطقيا، نريد أن تجيبني على سؤالي بشكل مباشر لو تكرمت، وهو أن الحكومة المشكلة من أعضاء في حزب صالح ومن التيار الحوثي
تعلن استعدادها للجلوس مع حكومة عبد الرب منصور هادي من أجل الرواتب؟ هل بدأ استفحال المشكل الإنساني يحفز الطرفين على الجلوس إلى طاولة واحدة والتفاوض على حلول؟ اليوم معظم ملايين الشعب اليمني يعيشون منذ 6 أشهر دون رواتب، سواء في المحافظات الشمالية أو المحافظات الجنوبية. يعني جميع الشعب اليمني اليوم يعاني من خارطة الجوع التي أصبحت تهدد كيان ملايين الشعب اليمني، والتي كانت تعتمد اعتمادا كليا على المرتبات الشهرية. مع الأسف الشديد حتى الأمم المتحدة هي تدرك حجم هذا الخطر المحدق بالشعب اليمني. حكومة ما تسمى بحكومة بن دغر التابعة للرياض أعلنت منذ أكثر من مرة في وسائل الإعلام التابعة لها أنها في طريقها لصرف الرواتب التي استلمتها من روسيا بحوالي 200 مليار ريال، وتم تسليم كشوفات الموظفين في المحافظات الشمالية إلى الأمم المتحدة، ولكن سرعان ما تلاشت وأصبحت أثرا بعد عين في ظل المأساة أو المؤامرة القائمة التي يعني تدعو أو التي كانت رامية إلى تجويع هذا الشعب اليمني. مسألة تجويع هذا الشعب اليمني وقطع الرواتب ونقل البنك مقابل الخضوع والانكسار من قبل أبناء الشعب اليمني. ولم تجبني على سؤالي، يعني هذه خطوة لا علاقة لها بالتوافق أو بتقارب إلى حد ما يمكن أن يفضي إلى تفاهمات سياسية؟ حتى هذه اللحظة كلها يعني مراشقات إعلامية بهذا، يعني لا أساس لها من الصحة. مع الأسف كلها تتناولها وسائل الإعلام ثم تنتهي وتضمحل. اليوم المواطن اليمني بيمس الحاجة إلى القوت الضروري لأجل أن يطعم أولاده، لأجل هنالك آلاف الأمراض في المستشفيات حياتهم معرضة للخطر، بل والبعض ممن يعانون من أمراض مزمنة. هذه أمور أوردناها في مستهل هذا النقاش. دعني أنتقل إلى 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 الأستاذ سمير الشيباني المحلل السياسي من لندن. مقاربة أخرى أو بادرة أمل أخرى رآها البعض في تصريحات للرئيس السابق علي عبد الله صالح حين قال بأنه يمد يده للحوار مع السعودية. هل يمكن أن يفهم من ذلك وجود رغبة لدى الجانب لدى تحالف صالح والحوثي للبحث عن حل سياسي؟ هي مراهنة من مراهنات علي عبد الله صالح المداورة الذي اعتدنا عليها منذ وقت طويل. في حقيقة الأمر علي عبد الله صالح كان بإمكانه أن ينفذ مخرجات الحوار الوطني، وكان بإمكانه الالتزام بما وقع عليه في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي ليقي الشعب اليمني كل هذه التبعات. تعرفوا جميعا أن اتفاقية مجلس التعاون الخليجي منحت علي عبد الله صالح حصانة حتى تتجنب البلاد الحرب، لكن أصر علي عبد الله صالح أن يدفع بالبلد نحو الاقتتال بتحالفه مع جماعة الحوثي، وقاموا بحالة الانقلاب. طبعا الوضع الإنساني سيدي الفاضل الوضع صعب جدا، لكن هذا الوضع ليس نتاج موقف القيادة الشرعية من الحالة، لأن المرتبات التي انقطعت منذ 6 أشهر كان يفترض أن تدفع من قبل الإيرادات التي كانت تورد للبنك المركزي الذي كان تحت سيطرة جماعة الحوثي. حتى شهرين مضت الحوثيين كانوا يستلموا كل إيرادات البلاد بما فيها الإيرادات النفطية الناتجة عن تصدير النفط من المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة القيادة الشرعية، إلا أنهم قاموا بتحويل كل هذه الموارد لتمويل مجهودهم الحربي، كما أنهم قاموا بنهب مخصصات الضمان الاجتماعي. وهذا الأمر ليس بسر، صرحت به كثير من المنظمات الدولية. طيب لكن أستاذ سمير، كل القوى المتصارعة في اليمن، معذرة عن المقاطعة، نعم. أين هو التحالف العربي بقيادة التحالف الخليجي بقيادة السعودية في هذا الإطار؟ لماذا لم تدفع أموال تغطي ذلك النقص حتى لا تصل الحالة الإنسانية إلى هذا السوء في اليمن، ويقتصر دور التحالف فقط على القصف بالطائرات؟ لا أبداً، لكن هل كانت كافية؟ غير صحيح. إذا قدمت هل هي كافية؟ لماذا هناك أرقام بالملايين، أناس يعانون من المجاعة وأعدادهم بالملايين؟
طب نعم نعم، أكثر من 73 شاحنة وجهت للدعم في المحافظات الخاضعة لسيطرة علي عبد الله صالح والحوثيين، تمت مصادرتها أو منعها من الدخول إلى المناطق بحيث تتاجر هذه العصابة المارقة للأسف الشديد بحاجة الناس وجوعهم. طبعا أنا لا أحب على الإطلاق أن ألجأ لهذه اللغة، لكن المغالطات التاريخية من الأحسن أن لا نلجأ إلى هذه اللغة. لا أريد على الإطلاق أن ألجأ لهذه اللغة، لأن الوضع الإنساني وضع حرج جدا ووضع بحاجة لمعالجة حقيقية. كان في سؤالك الموجه للأخ الضيف من صنعاء أن حكومة الانقلاب وافقت على أن تجلس إلى الحكومة الشرعية لبحث مشكلة المرتبات. المطلوب منها ليس الجلوس إلى الحكومة الشرعية، المطلوب منها أن تعمل ما كانت تعمل الحكومة الشرعية في الفترة الماضية، وهو توريد كل إيرادات البلاد بما فيها الإيرادات الكبرى للقات والموانئ والمعابر إلى البنك المركزي في عدن، حتى تتسنى الحكومة من صرف المرتبات بالكامل. برغم طيب. هذا صرفت الحكومة منذ أن استلمت البنك المركزي صرفت مرتبات في المحافظات الشمالية والجنوبية، صرفت لقطاع التربية والتعليم حتى في صنعاء، وحاولت أن تتجاوز هذه المسألة، لكن الإعاقات التي تمارس من قبل قوى الانقلاب هي التي منعت مواصلة الحكومة طيب. من دفع المرتبات، إضافة إلى المحاربة في الريسورسز، المحاربة في الموارد. فأنا أعتقد أن تقرير أوبراين الأخير الذي أكد أنه تعرض هو شخصيا للمنع من الوصول إلى مناطق طيب. تعاني حصار بسبب عدم الاطلاع على حقيقة الأمر، كان يؤكد أن هناك قوى لا تريد أن تحل هذه المشكلة وتتاجر بحاجة الناس. سأنقل هذا الكلام إلى الأستاذ فارس أصليح اللي يرد عليه. تفضل أستاذ فارس. أولا مع الأسف ضيفنا العزيز أو ضيفك العزيز داعي للسخرية والاستهزاء، يعني بعد أكثر من عامين من التحدث من وراء الحدود اليمنية والارتزاق على دماء أبناء الشعب اليمني. أرجوك دعونا نكتفي بتحليل السياسي للوضع في اليمن. أرجوك يا أخي العزيز، عندما يتحدث أو يحاول التبرير على أن استلمت حكومة الرياض ممثلة بندغر استلموا 200 مليار ريال من الحكومة الروسية، أين ذهبت هذه المبالغ حتى يتحققوا بأن الإيرادات لا تصل؟ جميع المحافظات الإيرادية، ما هو الإيراد الذي في محافظة صنعاء أو المحويت أو ذمار القابعة تحت ما يسمى من تسموهم الحوثيين وصالح؟ جميع المحافظات الإيرادية التي كانت تمثل سلطة الدولة والخزينة العامة كلها تحت سيطرة من يسمى في حضرموت والمحافظة الجنوبية ومارب التي تعتمد على النفط والغاز، كلها تحت سيطرة ميليشيات هادي وزمرته ومرتزقة الرياض. يعني من تدعي نفسها الحكومة الشرعية أكلت 200 مليار ريال من روسيا، تأكل جميع مقدرات الدولة، وعندما وكان السبب نقل البنك المركزي كسلاح أخير. روسيا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع النزول والهبوط والإقلاع في مطار صنعاء، وبالتالي إن كانت تريد المساعدة فإنها تستطيع مساعدة الحوثيين وصالح بشكل مباشر بدون الحاجة صحيح. إلى وسيط، ليس كذلك؟ أعتقد ذلك، لكن المبلغ الذي تم طباعته في روسيا 400 مليار ريال، وهذا وبالتالي طبعا روسيا لها مصالح مع دول الخليج، وبالتالي وأيضا مع بعض الدول العظمى التي تدعم العدوان السعودي على اليمن. حتى هذه الدول حتى وإن كانت شقيقة أو صديقة للشعب اليمني أو لليمن أو للنظام القائم الآن في صنعاء، فهي أيضا لها مصالح أكبر يعني بزنس السلاح والبيع والشراء، سواء بمقدرات الشعب اليمني أو عبر جماجم جميع الفتن التي حصل في الوطن العربي. هل يعني ذلك أن روسيا تنكرت أو يعني تتبنى الآن موقفا مناهضا لحكومة الحوثيين وصالح؟
أعتقد على أن روسيا أيضا مثلما أن لها مصالح مع بعض الدول العظمى أرادت أيضا أن تختبر هذه الحكومة المدعومة دوليا بعد أن اشترت السعودية جميع الولاءات لدعم حكومة ما يسمى بشرعية هادي. وعندما فشلت الآن فشلت حتى في 200 المليار ريال التي صرفت لها لم تصرف لجميع أبناء الشعب اليمني، رغم أن الأمم المتحدة على علم بذلك وتسلمت الكشوفات من الوزارات في صنعاء، وكان وبالتالي ظلت على مدى أكثر من عام البنك المركزي محيدا طيب. عن الصراع الحاصل داخل اليمن باعتبار على أنه مؤسسة بنكية لابد أن تشمل جميع أبناء الشعب اليمني، وكانت الرواتب تصل إلى جميع المحافظات حتى بمن يقاتلون في صف هادي. لكن طيب عندما أستاذ فارس أرجوك أعذرني على المقاطعة مرة أخرى، إلى هذه الورقة فقط الاقتصادية وإلى نقل فقط البنك فقط لضيق الوقت، ما الذي تبقى لكم بعد عامين من الحرب التي وصفتها وصفها ضيفنا أيضا من لندن بأنها يعني حرب لن تفضي إلى نتيجة وإلى حسم، بالتالي على ماذا تعولون للمضي قدما في هذه الحرب؟ ألم يحن الوقت لتفاهمات سياسية بعد عامين من الحرب تنقذ أرواح من تبقى من اليمنيين؟ نحن نتمنى نحن نأمل وما زال أملنا في القوى الوطنية سواء في الداخل أو الخارج وأيضا الدول العظمى التي تراهن على حقوق الإنسان أو تدعي أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة. نحن نأمل على أنه طالما جميع الشركاء أو من تسموهم أو تصفوهم جميع أطراف الصراع لا هازم ولا مهزوم ولا منتصر ولا مغلوب، كان من يعني يفترض أن تعود أو يعود الجميع إلى الحوار السياسي وإلى إيجاد خطوة يعني حقيقية فاعلة على أرض الميدان لخرج البلد من هذه النكسة. المشكلة أيه. أن السعودية أو أطراف الرياض لا تزال تراهن على الحسم العسكري رغم فشلها المخزي، وهذا طيب هو الحاصل مع الأسف. أستاذ بعد أستاذ عامين اليوم الشعب اليمني صامد منتصر رغم الحصار القوي والبري والبحري. أستاذ سمير الشيباني، يعني كيف تقرأ تصريحات أو دعوة علي عبد الله صالح للحوار لكن مع السعودية وليس مع حكومة عبد رب منصور هادي؟ هل البعض فسر ذلك على أنه محاولة لجعل الحوار يمني يمني بدون وساطات لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل غيرها؟ لا بالعكس، هي محاولة لتصوير الوضع وكأن المشكلة قائمة بين السعودية وعلي عبد الله صالح أو السعودية واليمن، وهذا الأمر غير حقيقي غير صحيح على الإطلاق. المعركة مشكلة يمنية خالصة قامت بسبب حركة انقلاب، رفضت هذه الحركة الانقلابية حالة توافق تم الإقرار بها وبمشاركة علي عبد الله صالح والحوثي نفسه قاموا بالانقلاب على هذه الحالة. لكن الآن عندما يتكلم وهو ليست دعوة جديدة في الحق، علي عبد الله صالح منذ وقت طويل كان يقول أنه مستعد للحوار مع الرياض، هو أراد أن يحول الصراع وكأنه صراع بين السعودية الغنية واليمن الفقيرة. هذه المسألة محاولة لمغالطة المجتمع العالمي. طيب أليست هذه الدعوة أيضاً معذرة أليست هذه الدعوة أستاذ سمير، أليست هذه الدعوة أيضاً فرصة أو مخرج للسعودية تحديداً والإمارات العربية المتحدة اللتان فشلتا في إعادة الشرعية لهادي؟ وباختصار لو سمحت. لا، أولاً لا يمكن أن أقبل منك كلمة فشلتا. في الحقيقة الحكومة الشرعية الآن متواجدة على أرض اليمن، الحكومة الشرعية الآن تدير أكثر من 80% من الأراضي اليمنية تحت سيطرتها. الحكومة الشرعية ثبتت الأمن في المحافظات الجنوبية التي كانت قوى الانقلاب تريد إغلاقها عبر التعامل مع حليفتها إيران أو حلفائها في القاعدة. للأسف الحكومة الشرعية وصلنا يا أستاذ سمير إلى ختام يزور الخارج الوقت والداخل بشكل حر لهذا الجزء من النقاش. أشكرك كما أشكر الأستاذ فارس أصليحي وأشكر أيضا الأستاذ محمد الأسعدي الذي كان معنا قبل قليل عبر الهاتف. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.